عايز اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي في كل المباريات، لو حضراتكم تتذكروا ما قبل مباراه او بعد مباراه الترجي وتاهل النادي الاهلي مع الثلاث فرق العربيه الوداد والنجم واتحاد العاصمه، قلت لحضراتكم من وجهه نظري ان النادي الاهلي هو الافضل فنيا ما بين الاربع فرق، والنادي الاهلي هو الافضل فنيا. وبعد مباراه النجم الساحلي قلت لكم برضو ان النادي الاهلي افضل من النجم الساحلي، والنادي الاهلي يستطيع ان يفوز على النجم الساحلي في بعض النقاط الفنيه لو عملها الكابتن حسام البدري، اللي انا شخصيا بعتبره الافضل في هذه المباراه. كابتن حسام البدري، الناس تقول معلول، الناس تقول ازارو، انا كنت متاكد ان هو هيعمل كده، او كنت شايف ان هو لعيب كويس جدا وبيروح للجون كتير، وبالتالي مفيش مشكله ان هو بيضيع مره واثنين وثلاثه، ولكن في المباراه الاهم وفي الوقت المهم استطاع ان هو يعود. زي ما قلت لكم قبل المباراه بيوم، لو تفتكروا المباراه كانت امبارح، اول امبارح في حلقه يوم السبت، قلت لكم ان وليد ازارو انا متاكد ان هو هيكون له دور كبير مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. الحمد لله الكلام بيبقى مسجل والناس بتبقى عارفه احنا بنقول ايه. فانا كنت متاكد من موضوع وليد ازارو، لكن زي ما بقول لحضراتكم النواحي الفنيه من وجهه نظري ان الكابتن حسام البدري ادار هذه المباراه من مباراة الرجاء، رجاء مطروح اللي كانت في الدوري، لما حسام عاشور اتصاب ولعب رامي ربيعة. اللي عمله الكابتن حسام في هذه المباراة وهو ان هو يضع رامي ربيعة، اي واحد اهلاوي قاعد او كل الاهلاويه اللي كانوا قاعدين قال لك طيب طلع حسام عاشور، او حسام عاشور اتصاب يبقى انا هعمل ايه؟ هنزل عمرو السولية. ولكن هناك تفكير مسبق، كابتن حسام البدري وجهازه الفني بالكامل طبعا مفكرين هيعملوا ايه لو حصل كذا، هعمل كذا، في سيناريوهات مترتبه. كابتن حسام اصبح ناضج كرويا بشكل كبير قوي قوي قوي. زي ما بقول لحضراتكم اللي اثبت لي هذا الموضوع هو تغيير رامي ربيعه، ان هو يلعب في وسط الملعب وينزل محمد نجيب مكان رامي ربيعه في مباراه الرجاء اللي كانت في الدوري والنادي الاهلي فاز بيها. في الوقت ده وتحديدا في الوقت ده انا عرفت ان الكابتن حسام ما بيفكرش غير في مباراه النجم الساحلي، عشان كده قلت ان النادي الاهلي بحالته الفنيه العاديه يستطيع، او بحالته الفنيه الجيده يعني، يستطيع ان هو يفوز على نادي النجم الساحلي، النجم الرياضي الساحلي، ولكن لم يكن احد يتوقع ان السيناريو يمشي بهذه الطريقه، ان النادي الاهلي يفوز بسته اهداف مقابل هدفين. يعني عمرنا ما تخيلنا الحقيقه يعني ان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز، واللي يقول لكم ان هو تخيل هذا الموضوع انا بقول ان ما حدش يصدقه، لانه مهما حصل ما ينفعش تقول ان الاهلي هيكسب النجم الساحلي، عمرها ما حصلت في التاريخ، يعني كانت اول مره هي تحصل المره دي، وبالتالي هي مباراه كانت نجمها الاول هو الكابتن حسام البدري، ادارته للمباراه، تغييراته، لو خدتوا بالكم من التغييرات ونزول متعب في الوقت اللي كان المفروض ينزل فيه، ولكن هي فرقه النادي الاهلي رجعت لورا شويه. مباراه مهمه، استطاع تاني مباراه مهمه على فكره من وجهه نظري الكابتن حسام ادارها بشكل رائع، مباراه الترجي في رادس ومباراه النجم الساحلي في القاهره. الهدف الاول لعلي معلول استطاع ان هو يفتح كل الابواب المغلقه، كل الابواب المغلقه تم فتحها بالهدف الاول اللي كان في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. عشان كده النادي الأهلي قدر يجيب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس في ظل دفاع مهلهل لفريق النجم الرياضي الساحلي. ووليد أزارو رجع مرة أخرى، معرفش بقى الناس اللي كانت بتقول على وليد إن هو ما ينفعش وإن هو مدفوع في مبلغ مش عارف إيه وكذا وكذا وكذا، معرفش هيطلعوا يقولوا إيه النهاردة أو طلعوا قالوا إيه إمبارح، يعني أنا مش عارف. الناس دي دايما لما يبقى عندك رأي في حد خليك وراه وقوله دايما، لأن كل واحد له وجهة نظره، ولكن دايما أنا بقول لحضراتكم إيه، إن اللي لبس شورت يعني أو اللي لعب كورة بيبقى عنده يعني مبادئ النظرة، إن هو بيعرف يشوف هل وليد ده كويس. دايما كان يقول لنا الله يرحمه كابتن محمود الجوهري ومستر مانويل جوزيه، كابتن محسن صالح، كل الناس اللي إحنا اشتغلنا معاهم، بيقول لك إن الراس حربة اللي بيروح للجون ده راس حربة كويس، المهم يعرف يروح للجون، ان هو يجيب جون بقى دي هتيجي طالما هو بيروح للجون وبيعرف ما بيعرفش يجيب اجوان، لكن هيعرف يجيب اجوان حتى لو اتعلم، حتى لو كل يوم فضل
نحاول ان احنا نعلمه، اي مدير فني بيقول كده، نحاول ان احنا نعلمه ان هو يجيب اجوان، فهيجي يوم ويجيب اجوان. اليوم ده قد يكون اتاخر شويه مع وليد ازارو، ولكن في النهايه خلاص احرز 3 اهداف في الدور قبل النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا، واصبح الناس كلها دلوقتي تقول لك وليد ازارو، واحنا قلنا قبل كده، واحنا الحمد لله ان الامور بتبقى مسجله، او ان الحلقات بتبقى مسجله، والناس بتعرف مين اللي قال ومين اللي بيركب على الموجه.